رانا راه الاشاره اولا بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكروا الاخوان ديال الاعلام الالكتروني اولا هذا والاذاعات وهذا اللي هما تما كيشاركوا معنا في هذا الفريق هذا. اولا حنايا كنخدموا في ماشي كنخدموا في هذا الشيء من الاخر زيد لان كنجيبوهم ونجيبوهم المستشفى حتى يداو حتى نكردوهم. صافي نقولوا حنايا هي اللي خصها تقل اولا وهو الالتزام ديال المواطنين في البيوت ديالهم، هذا هو اهم حاجه. اما كوفيد ممكن حنايا تحنا نتأدى وممكن اي حاجه، ولكن كنشكر انا اولا وزاره الصحه ثم وزاره الداخليه ثم الاعوان ديال الجماعات اللي كيكونوا حتى هما في الخدمه وثم الجهه الالكترونيه الاعلام الالكتروني على مستوى يعني الحاجيات والامكانيات اللي متوفره يعني الفريق كوفيد على مستوى اللوجيستيكي على مستوى الدعم او اي باش يوفر لكم يعني الخدمه اللي تكون مناسبه توفر جميع الشروط ديال الخدمه الملائمه ديال هذا الفريق. يعني واش بالنسبه لوزاره الصحه؟ نعم الحمد لله الامكانيات موجوده رغم غادي نقول انا كاين النقص في الاطر الصحيه، خاصه ان كان كل وزاره الصحه خاصها دير واحد العدد كبير ديال الطبيب باش تعمر الاجنحه ديال المستشفيات ويكون حيت كاين الخصص هذا. ولكن اللي كاين دابا حاليا البيرسونيل اللي كاينه دابا حاليا الحمد لله في قضيب كنقولوا باش ما عطى الله ولا هو يعني الحمد لله من ناحيه ديال الادويه كيعطيهم الادويه، من ناحيه ديال التغذيه انتم كتعرفوا التغذيه الحمد لله في المستوى، حتى الدراري اللي كيشتغلوا في الكوزينه تما في المستوى الله يجزيهم بخير. هذا الشيء اللي غادي نقول انا من ناحيه ديال الامكانيه. ومن ناحيه ديال الوقايه كذلك الوقايه هي خير من العلاج، هو الانسان اللي كان كيدير الوقايه راه احسن له، هذا هو اللي يلتزم بالتعليمات ديال وزاره الصحه وديال الداخليه. قدم لنا عفاك السميه ديالك. انا المدن محمد كسائق بالمستشفى لالا مريم. يعني انا اشتغل في هذه المؤسسه 33 سنه الحمد لله احنا في الخدمه ديال الانسان. نعم وبالاخص بالنسبه لهذه المرحله هذه عندها واحد الشروط النفسيه ديالها والعلاقه ديالكم مع كيفاش كتكون سواء بالنسبه لكم كيفاش كتواجهوا مع الناس، يعني هي المسائل اللي كتلاحظها خصك الناس يلتزموا بها وتلاحظ بان بعض الحالات خصها تكون ما شوف اولا النفسيه الحمد لله النفسيه طالعه، ما خصش تكون هذا الجانب اللي كيأثر على النفسيه، يكون الانسان راضي بالقدر ديال الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء راه يعني تعم في العالم، ماشي غير في مدينه العرائشه ولا في المغرب، في العالم. ما نقولش انا العالم الاسلامي ولا العالم العربي ولا في المغرب ولا هذا في العالم. نعم على مستوى التدخل في الاحياء خاصه الاحياء الشعبيه شنو هي الصعوبات اللي لقيتوها؟ يعني كنعرفوا بعض الاحياء ناقصه التجهيز او من حيث الطرق من حيث يعني مثلا المسالك الدخول لها، يعني شنو بالتاكيد انكم تلقيتوا بزاف ديال الصعوبات. شوف من ناحيه ديال الاحياء انا غادي نقول ناقصين التوعيه، الاحياء الشعبيه ناقصين التوعيه فقط. اما بالنسبه ديال التجهيز ديال الاماكن الشعبيه راه كاين الحمد لله دابا كاين هذاك اعاده هذاك النظر في البناء يعني ديال الصافيه هذا كيوزع عليهم الحمد لله. دابا الان كيكونوا الشوارع مزيان ممتازين بزاف، دابا كل اللي كيعطيوه شي قطعه ديالو ولا شي حاجه كيديروا الشوارع. شنو هي الكلمه اللي كتوجهها للناس يعني من الاحياء ولا المدينه اللي كتدخلوا فيها، شنو هي الكلمه اللي كتوجهها لهم؟ انا النصيحه ديالي وهو الالتزام في البيوت، الخروج من البيت الالتزام. وكذلك ملي كتدخلوا انتم ملي كتمشيو للاحياء شنو هي الحالات اللي كتقول لي انتم كتمشيو كيجيو عندكم الناس كيتصلوا بكم؟ الناس كيقولوا الله يعاونكم، هذا الشيء المشاكل اللي كنسمعوا من الكلام ديال الناس. نعم خاصة بالنسبة للتدابير الوقائية اللي كتاخذوها يعني في هذيك الوقت ديال التدخل، شنو هي التدابير الوقائية؟ لأن يعني كيجيو الناس
ربما هذيك كتكون بؤره مثلا ولا فيها بعض الناس اللي مصابين ولا شي حاجه. المصاب خصك لابد ديال الوقايه ديالك مثل هذه الكسوه هذه لابد من الوقايه، والانسان يستعمل الكمامه اللي ما عندوش هذه الكسوه هذه اللي المواطن يستعمل الكمامه ديالو ويستعمل لجا كاينه النظارات. نعم اذا اللي بغيت نقصدو هو ان الناس ما كيتاخذوش الاحتياطات الوقائيه ملي كيجيو كيدخل معكم كتدخلوا في شي حاله ولا شي حاجه. لا لا ما كياخذوش الاحتياطات الا من رحم الله عز وجل. الناس ملي كتكون هكا شي حاجه كتدخلها في الفرحه وكتدخلها في فهمتي والتهور وبزاف ديال الاشياء اللي كتدخل في هذا. اذا اهم حاجه هو الاحتياطات والاحترام التدابير الوقائيه، يعني ملي يجي الانسان يكون لابس كمامه ويكون يعني ويلتزم الامان مثلا يبعد على ذلك يكونوا الاماكن اللي كتدخلوا فيهم. شوف انا كنتكلم دائما من هذا الجانب، هذا المواطن خصو يسمع النصائح ديال وزاره الصحه وديال الداخليه، هذا واحد الجانب ايجابي بزاف. الا كانوا الناس يلتزموا بهذا الشيء هذا بالنصائح ديال وزاره الصحه وديال الوزاره الداخليه، الناس ديال وزاره الداخليه وزاره الصحه راهم مساهمين الحياه ديالهم من اجل المواطنين باش يعيش المواطن. هو كيدخل لواحد الخطر باش في المصلحه ديال واحد باش يعيش، والانسان ما يسمعش شي نصائح كتجي عيب. هذا هو كنتمنى جميع المواطنين يلتزموا بالنصائح ديال وزاره الصحه ووزاره الداخليه.